نتابع معكم تقديم جولة الأخبار، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة. أكد الرئيس في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام كافة المستثمرين مع إزالة أي معوقات قد تواجههم. تطرقت نصر في الاجتماع إلى عرض آخر تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار وتوفر 10,000 فرصة عمل. عرضت الوزيرة خلال الاجتماعات الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء.